نذهب إلى شبكة مراسلي سكاي نيوز عربية الذين يغطون هذا الحدث من عدة عواصم عربية ودولية. معنا من واشنطن مراسل سكاي نيوز عربية جو تابت، ومن أبو ظبي مراسلنا عماد الأطرش، كما ينضم إلينا من القدس مراسل سكاي نيوز نضال كنعنة، ومن المنامة مفدنا درويش الطويل. أبدأ معك جو تابت، يعني ساعات قليلة، أقل من ساعتين ويتم هذا التوقيع، بالتأكيد الاستعدادات على قدم من وساق، ما الملفت فيها؟ في هذه اللحظات كما ترون من خلفي بدأ حرس الشرف الوطني الذي يمثل كل القوات المسلحة بالاصطفاف في الباحة الشمالية من البيت الأبيض، حيث ستصل الوفود تباعا قرابة منتصف النهار عند 12 ظهرا، ستصل تباعا وسيلتقيها عند مدخل البيت الأبيض الرئيس ترامب. بعد ذلك سيتوجهون جميعهم إلى داخل المكتب البيضاوي، حيث ستعقد اجتماعات ثنائية بين رئيس ترامب والوفود الثلاث، وأعني بها الوفد الإماراتي والوفد البحريني والوفد الإسرائيلي. بعد ذلك سيخرج الجميع إلى الحديقة، حديقة الزهور أو الحديقة الجنوبية، حيث ستحصل مراسم التوقيع. في التفاصيل أن هناك أكثر من 700 شخص سيحضرون هذه المراسم. هناك المكتب الإعلامي في البيت الأبيض أكد أن وفودا دبلوماسية من عدة دول عربية ستكون حاضرة. هناك معلومات تتحدث عن وفد مغربي أو ممثلين عن المغرب وممثلين عن السودان وأيضا عن سلطنة عمان. الجميع من صحفيين، الأنظار كلها متجهة في هذه اللحظات لمعرفة في الواقع ما إذا كان سيحضر أي وفد دبلوماسي عن المملكة العربية السعودية. جو، هناك الكثير جو لو سمحت لي فقط، غير الرسمية، بما أنك تذكر بعض هذه التفاصيل جو، هل يمكن أن نرى بعين الكاميرا هذه المظاهر، مظاهر الاستعدادات التي تجري في الخلفية إن أمكن، مع الاستمرار طبعا في شرحك للخطوات المقبلة؟ طبعا سأطلب، تفضل جو. طبعا سأطلب من الزميل أن يظهر لنا اصطفاف الحرس الوطني هنا في الباحة الشمالية لمدخل البيت الأبيض. كما ذكرت لك فضيلة، هذه الطريق هنا، الناحية الشمالية من البيت الأبيض، هذه الطريق ستسلكها الوفود الإسرائيلية والبحرينية والإماراتية، حيث سيلتقي بها الرئيس ترامب عند مدخل البيت الأبيض. في الواقع هذا مشهد تاريخي يعيدنا بالذاكرة إلى اتفاقات سلام سابقة حصلت في ظل إدارات أمريكية سابقة. هناك استعدادات تحصل في الباحة الشمالية من البيت الأبيض، كما أيضا من في الباحة الجنوبية، حيث بدأ الزوار يتجمعون في الحديقة، حديقة الزهور، لحضور مراسم التوقيع. هنا دعيني أقول أيضا أن البيت الأبيض، إدارة الرئيس ترامب، تحرص على أن تكون هذه المراسم ذات طابع وطني وتاريخي. سيحضرها أيضا قادة من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين. وفي الواقع مسألة السلام هي مسألة تلقى، مسألة السلام مع إسرائيل تلقى بثقلها وتلقى بتأييد واسع كان في الحزبين الديمقراطي والجمهوري. هناك تغطية إعلامية أمريكية واسعة لهذه المراسم، وبذلك نلحظ بأنها تأتي أيضا في موسم انتخابي، حيث في الواقع هناك منافسة حقيقية على ملفات سياسية عدة، أبرزها ملفات خارجية مرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط بين المرشحين ترامب ومنافسه جو بايدن. نعم، نذهب الآن من عند جو إلى عماد الأطرش في العاصمة أبوظبي. الحدث حقيقة هو في واشنطن، ولكن أبوظبي العاصمة جزء أساسي منه. كيف تتم متابعة هذا الحدث عماد؟ كيف يتابع الشارع هذا الحدث في العاصمة واشنطن؟
فضيلة، بطبيعة الحال خاصة الصحافة الإماراتية وسائل الإعلام هنا في دولة الإمارات في أبوظبي أبرزت على سطر صفحاتها هذا الحدث التاريخي، تم وصفه بطبيعة الحال بالتاريخي في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تطفئ شمع تأسيسها في 2 ديسمبر المقبل، الشمع 49. إذن هذا حدث تاريخي يتابعه الجميع هنا، عدد كبير من الصحف وصف هذا بالإضافة لأن أنه حدث تاريخي بطبيعة الحال بأنه سلام المستقبل. ربما الحدث الأبرز حتى الآن حتى ما قبل التوقيع في البيت الأبيض هي المقالة التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال لوزير الخارجية الإماراتي، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد. ربما هناك نقطة مهمة جدا أشار لها في هذه المقالة، وهي مسألة التقدم، بأن التقدم في إقامة دولة فلسطينية هي مسألة مركزية جدا بالنسبة لدولة الإمارات. طبعا ذكر بأن الاتفاقية والمعاهدة منعت مسألة الضم الذي كانت في صلب برنامج الانتخابي لنتنياهو، الذي كان أعلن في برنامجه الانتخابي قبل الانتخابات الإسرائيلية بأن عملية الضم ستحصل في الأول من يوليو. طبعا هذا العملية تمت ألغيت بفعل هذه الاتفاقية، وذكر أو دعا القادة الفلسطينيين بأن يعيدوا عملية التنظيم وأن تكون مقاربتهم بشأن محادثات مباشرة مع إسرائيل مختلفة والاستفادة من هذا الوقت. وقال أيضا في هذه النقطة تحديدا بأن الإمارات العربية المتحدة ستبقى دائما إلى جانب الفلسطينيين، تدعمهم في قضيتهم المحقة. طبعا في هذه المقالة كانت هناك أمور أخرى، مسار واضح بالنسبة لما يجب أن يحصل بموازاة المعاهدة التي ستوقع اليوم مع إسرائيل. طبعا هناك ذكر ثلاثة أولويات في مقالته التي تم تفنيدها أيضا في تقرير عرض قبل قليل على الشاشة. نعم فضيلة، ننتقل من أبو ظبي إلى القدس مع مراسل سكاي نيوز نضال كنعنة. نضال، إسرائيليا يعني الكثير من وسائل الإعلام اعتبرت الاتفاقية من أكبر إنجازات نتنياهو، الرأي العام كيف ينظر للأمر؟ نعم فضيلة، الرأي العام والسياسيين ينظرون إليها بالفعل على أنها خطوة تاريخية، ولتسليط الضوء على مدى أهمية هذه الاتفاقية لإسرائيل شارعا وساسة وخاصة لنتنياهو، أريد أن أورد حادثة طريفة نوعا ما. إذ تبين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء سفره إلى واشنطن في الطائرة بأنه غير مخول قانونيا للتوقيع على هذه الاتفاقية، فقانون إسرائيلي منذ عام 51 يمنح هذه الصلاحية لوزير الخارجية أو من يوكله بالتوقيع نيابة عنه، ولكن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي يتواجد في القدس، فنتنياهو الذي لا يريد أن يتقاسم هذا الإنجاز التاريخي مع أي من منافسيه السياسيين أبقى وزير خارجيته هنا في القدس، والحل كان بأن يقوم وزير الخارجية جابي أشكنازي بإرسال توكيل قانوني لنتنياهو من أجل التوقيع على هذه الاتفاقية. هذا يظهر مدى أهمية هذه الاتفاقية سياسيا حتى لنتنياهو، هو لا يريد أن يتقاسم هذا الإنجاز التاريخي الذي يعتبره إنجازا شخصيا له مع أي من أساس في إسرائيل. هذه الحادثة تعطي صورة عن أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة لإسرائيل. القادة السياسيين في إسرائيل منذ الإعلان عن اتفاقية السلام مع الإمارات وعدوا الشارع الإسرائيلي بأن هذه الاتفاقية ستكون الحل لكل مصاعب والمشاكل التي تواجه الشارع الإسرائيلي خاصة على المستوى الاقتصادي. الشارع الإسرائيلي، إسرائيل عامة تمر بأزمة اقتصادية حادة، وهنا يتم وعد الشارع الإسرائيلي بأن هذه الاتفاقية ستجلب له الحل السحري. لذا ليس من الغريب أن يكون هنالك إجماعا في الشارع الإسرائيلي وأيضا بين الساسة. نتنياهو سيعرض هذه الاتفاقية أمام البرلمان الإسرائيلي بعد التوقيع عليها من أجل إقرارها في البرلمان، مع أن الشارع، مع أن نتنياهو ليس بحاجة لمثل هذا الإقرار من قبل البرلمان الإسرائيلي. ننتقل إلى المنامة مع درويش الطويل. درويش، كيف هو الاهتمام البحريني بهذه الاتفاقية أو توقيع إعلان التأييد، تأييد السلام مع إسرائيل؟
فضيلة، هنا المشهد في مملكة البحرين، يعني منذ إعلان عملية أو إعلان اتفاق تأييد السلام مع دولة إسرائيل، هناك ترحيب شعبي كبير جدا من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية. الرأي العام هنا أيضا يرى أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة البحرينية هو قرار شجاع، وبأنه قرار تاريخي سوف يصب في مصلحة الاقتصاد البحريني، وأن لديهم ثقة كبيرة في كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة في علاقاتها الدولية الخارجية، وبالتالي هم يتفائلون بأن هذه التأييد عملية السلام مع إسرائيل سوف تكون في مصلحة الاقتصاد البحريني. وكذلك رأينا أن وأعلنت أيضا وكالة الأنباء البحرينية أن هناك اتصالات رسمية بدأت ما بين عدد من الوزراء في البحرين بنظيرهم الإسرائيلي، وبالتالي نرى أن بالفعل بدأت خطوات الأولى للاتصالات الرسمية ما بين المسؤولين بين البلدين، وبالتالي الجميع هنا يرحب بهذه الاتفاقية، وهم ينظرون إلى الساعات القادمة بالتفاؤل، خاصة في أن البحرين هي دولة الأديان ودولة السلام ودولة التعايش، وبالتالي ينظرون إلى أن مملكة البحرين أعلنت من خلال منذ اللحظة الأولى أن الهدف من هذه أو تأييد عملية السلام هو أن يعم السلام في منطقة الشرق الأوسط. شكرا لشبكة مراسلي سكاي نيوز عربية.